صحيين ولا ايه؟ انا امنا الشندويلي. انا عارفه ان التوصيف للي انا بعمله حاجه مكلكعه جدا، عشان كده عمر ما عرفش يقولها. هبدا معاكم قصتي من زمان، من اول من وانا صغيره. بس هسالكم الاول سؤال مهم جدا. لو حد فيكم قاعد وشايف حد جنبه او حد يعرفه او حد قريبه او حد جاره من بعيد شبه اي واحده من دول، بليز ستاند اب. ماشي، شكرا جدا. وانا عندي 10 سنين. طبعا احنا عندنا طقوس ان احنا كل سنه بنجيب لبس العيد، ففاكره كويس جدا ان كان في عيد من الاعياد ماما قالت لي يلا يا امنا ننزل نجيب لبس. نزلنا ولفينا لفه طويله جدا، وفي اخر اليوم اقتنعت وقررت ان انا مش هجيب حاجه، والعيد ده انا مش هقضيه ومش هلبس اي حاجه. ليه؟ لان كنت دايما بشوف الستورز او في المحلات حاجات عمرها ما كانت شبهي ولا شبه اخواتي ولا شبه حاجات عايزه البسها او اقضي بيها العيد. دايما فساتين البنات بتبقى طول بامبي منفوخه، مع ان احنا بنروح مراجيح في العيد وبنبقى عايزين نلعب ونعمل حاجات مختلفه. الوانها دايما مش لايقه علينا ولا على بشرتنا ولا على شكلنا. الكلام ده كان من 16 سنه. لحد دلوقتي عندي نفس المشكله، ان انا في محلات كتير بدخلها وبحس ان انا مش لاقيه حاجه لايقه عليا فيها. من 16 سنه مامتي جت قالت لي خلاص يا امنا انت لازم تقضي العيد بلبس جديد. فاحنا هنعمل ايه؟ هنروح سوق القماش نشتري قماشه ونروح عند طنط رؤية الترزية وهنعمل اللبس بتاعنا. زي ما قلت لكم الكلام ده كان من 16 سنه، لحد دلوقتي انا لسه بعمل اللبس بتاعي. بس لسه برضو عندي نفس الاحساس ان في حاجات بشوفها هي مش شبهي ولا لايقه عليا، وده من خلال المجلات اللي كنت دايما ببص عليها واحس ان هي مش شبهها، رغم ان هي في منها كتير جدا مجلات عربي. متفهمه جدا ان احنا لازم نتبع الجلوباليزيشن ولازم ناخد لوك العولمه، او ان احنا عالميا نبقى كلنا ماشيين على اسطمبه معينه ولايقين عليها. بس ما كنتش فاهمه خالص ليه مش احنا اللي نطلع ازياء بتشبهنا او بتعبر عننا، بتعبر عن ثقافتنا، بتعبر حتى عن الاستراجلز والحاجات الوحشه اللي بنمر بيها. في الوقت ده فهمت ان انا عندي مشكله كبيره جدا مع الوضع الراهن للازياء عالميا، وكنت حاسه انه مش انا بس اللي كده، اكيد في ناس كتير وبنات كتير واولاد كتير زيي. فقررت ان طريقتي الوحيده للدفاع عن الموضوع ده هي من خلال الحاجه الوحيده اللي انا بعرف اعملها، وهي الازياء. وبرضه اكتشفت ان انا عندي حاجات كتيره شايفاها مجتمعيا مش موافقه عليها، بمعنى ان احنا اتربينا على ان شكل البنات اللي في المجلات دي احنا لازم نبقى شبهه، ولازم لو وسطها مقاسه مقاس معين فانا لازم يبقى وسطي زيها، لو بشرتها لونها مقاس معين فلازم لونها لون معين فلازم اروح اجيب كريم عشان لون بشرتي يبقى زيها، لو شعرها مفروض فرده معينه فانا لازم اروح اعمل كرياتين وبروتين عشان شكلي يبقى زي شكل البنات اللي في المجلات. فقررت ان انا هعمل براند شبهي وشبه بنات كتير اخواتي وقرايبي وشبه ولاد من مجتمعي، وهو ده اللي هوريه للعالم الخارجي عشان اتكلم بيه انه اوكي خلينا ناخد جلوبال لوك، بس احنا كمان نطلع لوكس من عندنا. عملت كوليكشن، اول كوليكشن عملته كان اسمه الطريق الى الفيوم، وكان مستوحاه من فكره المعمار الاسلامي والمباني الاسلاميه اللي موجوده في الفيوم، وكانت كل الاقمشه بتاعته طالعه من مصر، ايضا كتان قطن الوان مصريه، والمودلز كان شكلهم مصري. ده كان اول كوليكشن. ثلاث سنين كنت قاعده مع واحد من زمايلي يعني، وكنا بنتكلم عن احنا عايزين نعمل ايه في حياتنا. فواحنا قاعدين كان بيقول انا عايز اسافر افريقيا. فانا لفيت له قلت له سافر افريقيا ايه يعني؟ تسافر حته من بواقي افريقيا، لان احنا اوريدي جزء من افريقيا. فراح قايل لي في يا امنا لا احنا ما نحسبش بلد افريقيه. فلما سالته انت ليه بتقول كده؟ فراح قال لي لا انا مش شايفه ان انا احسب بلد افريقيه. فافتكرت ان انا وانا صغيره كان عندي ماي بيست فريند او صديقتي المفضله كانت اسمها سماونه، هي بنت من السودان. وافتكرت قد ايه هي كانت بتواجه
عنصرية للأسف وكلام عن لونها أو عن شكلها وقد إيه هي مش مختلفة وقد إيه وإحنا صغيرين كان في ناس كتير مش بترضى تلعب معايا عشان أنا صاحبة سماونة. وافتكرت كمان إن أنا نفسي واجهت عنصرية في أيام كتير في شوارع أو في مواصلات عامة، أو مش هسميها عنصرية بس هسميها إن الناس كانت بتندهني يا منكوشة يا حاجات يعني شبه الكلام ده يعني. وفهمت احنا ليه في ناس كتير بتتنكر من فكرة ان احنا وافريكنز علشان هم شايفين احنا مش عايزين يبقى شكلنا الشكل ده، وده بناء عليه حصل عنصرية تجاه سماونة. رجوعا للكونفرزيشن اللي كنت مع زميلي دي فيها، سألته قلت له طب انت بالنسبة لك ايه هي البلد الافريقية اللي تعبر عن افريقيا بجد لو انت مش شايفنا يعني افارقة؟ راح قال لي كينيا، نيجيريا، اي حاجة من الحاجات دي. بعدها بثلاث ايام بالظبط كنت حاجزة تاكت وقررت هروح كينيا. وانا في كينيا فهمت هو قصده ايه. شفت ستات they are يعني بيمبريسوا شكلهم وفرحانين بشكلهم وما عندهمش اي نوع من انواع الانسكيورتيز اللي انا وصحباتي وناس كتير كنا بنواجهها علشان شكلنا مختلف او شكلنا مش شبه اللي الميديا بتقول لنا عليه. فرجعت وقررت ان انا هعمل كولكشن اسمه الطريق الى نيروبي، وكان بيتكلم عن قد ايه في دايفرستي في مصر وقد ايه ان احنا مش متقبلين الناس ذات اللون او الناس المختلفه بشكل ما. فالكولكشن ده كان اول كولكشن يتصور في مصر معمول كله من مودلز اصحاب بشره داكنه او ناس من النوبة، ناس مصريين عندهم أصول من أسوان وما إلى ذلك. كولكشن ده راح في حتة كبيرة قوي أنا ما كنتش مصدقة، لأن أنا وأنا بعمله ما كنتش أعرف إن ما فيش حد عمل كده قبل كده، لأن أنا كنت طول الوقت شايفة إن في جمال في الاختلاف وإن مش شرط إن إحنا نبقى شبه الناس اللي في المجلات عشان أعرض عشان يبقى شكلي حلو أو الناس توافق عليا. تم تصنيفي في السنة اللي نزل فيها كولكشن ده من أكتر ستات مصرية مؤثرين، أكتر 50 ست مصرية مؤثرة، وتم اختياري والكولكشن كله اتباع، وكنت سني ساعتها 23 سنة، وكنت تم اختياري برضو من أقوى رواد الأعمال تحت سن 25 سنة. بعدها جات لي فرصة ان انا ادخل في برنامج اسمه Project Runway Middle East، وده كان اول برنامج معروف عالميا، بس دي كانت اول نسخة ليه نسخة عربية، وكانوا قرروا يعملوا امتحانات للديزاينرز هم شايفين ان هم بيقدموا محتوى بصري مختلف او بيخلقوا قطع ليها قيمة وليها background. خدت اكسبيرينس كويسه جدا وتعرفت وعملت انترنشيب مع ديزاينر اللي صعب، ودي كانت حاجه بالنسبه لي از ا يونج ديزاينر حاجه كبيره قوي. بس كانت بالنسبه لي تجربه مليانه بالاحداث وكده. وساعتها كنت بدات اشوف شكل البراند بيروح للسكه اللي انا عايزاها، وهي إن أنا مش بس بعمل حاجة أنا شايفة إن هي حلوة. يعني أنا لما رحت نيروبي شفت إن فيها حاجات حلوة وربطتها باللي عندنا في النوبة، ولقيت قد إيه في حاجات كتيرة إن كومن ما بيننا، بس برضو كنت متضايقة إنه الجمال ده الناس بتعبر عليه أو بتشوفه بشكل عكسي، ولسه في ناس بتواجه حاجات وكلمات فيها عنف وفيها كره في الشوارع. فلما رجعت قررت إن أنا هروح أفصل شوية واقعد في مكان هادي في بلدي، يعني اريح عشان اقرر ان انا اعمل كولكشن جديد وانزل بحاجه قويه. فقررت ان انا هروح اقعد في سيوة، لان انا كنت قريت عن سيوة ان فيها قبيله اسمها الامازيغ، وهي قبيله موجوده في نورث افريكا عامه، موجوده في الجزائر في تونس في ليبيا. وقررت ان انا خلاص انا قريت كتير قوي عن القبيله دي، فانا هروح اعيش في سيوة لمده مثلا 3 4 شهور افهم بقى الامازيغ بتوع مصر عاملين ازاي. اول اسبوع قعدت كان من اسعد الاسابيع في حياتي، المكان حلو قوي، سيوة جميله مليانه حاجات طبيعيه حلوه جدا، في مزيكا حلوه بتتلعب في الصحراء، في حاله كده من الجمال.
عدى اول اسبوع تاني اسبوع تالت اسبوع. بعد تالت اسبوع اكتشفت ان انا ما شفتش ولا ست سيوية ماشية في الشارع، فاستغربت جدا. والمرة الوحيدة اللي شفت ست كانت covered زي ما انتوا شايفين ومعدية بسرعة جدا على كاريتا، لكن ما شفتش ولا ست وقفت تشتري حاجة في السوق ولا ست اتعاملت معايا. ولما بدأت أسأل إن أنا عايزة أشوف الستات عشان عايزة حد يبدأ يعمل معايا شغل لللبس، ولأن أنا عارفة إن هما عندهم شغل تطريز زي اللي موجود في الصورة دي، اترد عليا بإن إحنا لازم نتعود عليكي عشان ندخلك على ستاتنا، وإن الستات هنا ليهم طبيعة مختلفة. إيه الطبيعة المختلفة دي؟ إن هما في منهم كتير بيبدأ يقعد في بيتهم من سن 10 أو 12 سنة، والست دي بتشتغل على فستان فرحها من وهي صغيرة. الفستان بيطلع حاجة فنية جميلة جدا، يعني it's eye appealing لحد ديزاينر بجد، لما بتشوفوها بتتبسطوا جدا. فستان أبيض الكات بتاعته سهلة جدا وكله تطريز وتفاصيل، وبيتشغل عليه لمدة 10 سنين أو 9 سنين فبيطلع منه حاجة حلوة قوي. فقعدت مع نفسي وقت واكتشفت إن أنا شايفة نفس اللي شفته في الطريق إلى نيروبي هنا في سيوة، إن أنا شايفة طبيعة رهيبة وكلتشر وثقافة حلوة جداً ومزيكا حلوة، بس في نفس الوقت أنا شايفة حزن. يعني شايفة إنه ما عنديش مانع إن في ستات تبقى رغبتها إن هي تقعد في البيت، بس ما يتحكمش على مدينة كاملة إن ستاتها لازم تقعد في البيت. والإحساس ده حسيته لما دخلت بيت من البيوت، وبنت لما بدأت تشوف صوري وبدأت تشوف إن أنا بسافر وكده بدأت عينيها تدمع وتقولي أنا حاسة إن أنا مش عايشة الحياة اللي أنتوا عايشينها. فقررت إن أنا هعمل كوليكشن بيواجه فكرة التمييز ما بين الراجل والست في بعض المدن الموجودة في مصر، وقد ايه رجالة في سيوة قادرين ينجويوا الحياة ويخرجوا ويسهروا في الصحراء ويعملوا كل حاجة، والستات اللي بيخلقوا الجمال من خلال الأزياء أو اللي بيجيبوا فلوس أكتر فلوس للمدينة هم مش قادرين يتبسطوا فيها. وقررت إن الكوليكشن ده أنا هصوره في سيوة، وحبين فيه صور تبقى الست زي ما انتوا شايفين هي العنصر الأقوى، أو هي قد ايه الست هي يعني قيمة المجتمع الأولى، وقد إيه إن الراجل والست عشان يبقى فيه مجتمع ناضج وصحي لازم هما الاتنين يبقوا بيعتمدوا على بعض كل الاعتماد. وكان الشغل اللي موجود في الكوليكشن برضو في منه كتير متنفذ في سيوة. الكوليكشن ده كبر جدا بشكل ما تخيلتوش، وبدات CNN وبي بي سي وقنوات عالميه تكلمني، لان هم كانوا منبهرين من فكره ان في مكان بيطلع منه الكميه دي من الارت، بس في نفس الوقت هو عنده باك ستوري مؤلمه ومؤذيه لناس كتير مننا. رجعت وكنت عارفة ان تمام فكرة عدم المساواة ما بين الرجل والمرأة دي ما بقتش موجودة قوي في المدينة، بس وانا في القاهرة واجهت موقف تاني واكتشفت ان انا الكولكشنز بتاعتي او البراند بتاعي بدأ ياخد صعيد شخصي من عندي، وبدأ ياخد جزء كده ايموشنال، يعني بدأت اتأثر قوي بالناس اللي بشتغل معاهم واتأثر قوي بالناس اللي بقابلهم، وكان دايما طريقتي في الدفاع او في التعبير هي من خلال الازياء. وانا راكبه في مترو في 2017 اخر 2016 اول 2017 كنت قاعده، وكان في ناس انتوا عارفين طبعا المترو والناس فيه بتبقى وشوشها كلها عابسه جدا، ما اعرفش ليه بس ده كومن يعني موجود. وفاكره كان في زي طلبه او ستودنت اكتيفيتي دخلوا، انتوا عارفين جات لنا فتره كده كنا بنحاول نعمل بهجه واضحك ونوزع بلالين ونشغل مزيكا ونعمل هذا النوع من الاكتيفيتي، يعني كنوع من ان احنا تو تشير بيبل اب يعني. فوانا قاعده الناس دول دخلوا وزعوا بلالين ولعبوا مزيكا وقعدوا يعملوا كل الحاجات اللي بيعملوها دي، والناس فعلا اتبسطت وفي وجوه كانت عابسه جدا تحولت الى وجوه سعيده يعني. واول ما نزلوا من العربيه انا فاكره كويس المشهد، يعني في ست راحت قالت ايوه ما هم دول العيال الفاضيين بتوع الثوره اللي مش لاقيين حاجه يعملوها، تلاقيهم بيدرسوا في فنون جميله وحاجات كده. ف
في نفس اليوم اتبعتت لي انفيتيشن لفستيفال اسمه افرو بانك فستيفال. هو فستيفال بيتعمل في جنوب افريقيا، وهو فكرته كلها عن تقبل الاخر، الاكسبتنس، وان الناس فيه بتروح بتعمل كل حاجه مجنونه هي نفسها تعملها في شكلها، او بتمسك ساينز بتتكلم فيها عن كل حاجه هي نفسها تعبر عنها، عشان نبقى عايشين في مجتمع انساني بيتقبل الاخر. فبدأت أحس إنه أنا قد إيه في تضاد في حياتي، وقد إيه في حاجات بشوفها حلوة قوي وحاجات بشوفها متضايقة قوي إن هي موجودة في بلدي. فقررت إن أنا هعمل كوليكشن بيحاكي فكرة الفستيفال اللي هو أفرو بانك، بس هسميه كايرو بانك. وكانت فكرته إنه تقبل الآخر وتقبل الأجيال لبعضها، وتقبل أي حد شكله مختلف، أو أي حد بيمتهن مهنة لو سمعنا عنها هنقول إيه التفاهة ده، ده إنفلونسر مش بيعمل حاجة غير إن هو ينزل صور، ده سكيتر مش بيعمل حاجة غير إن هو يلعب سكيتينج، ده حاجات ما إلى ذلك. وجبت ناس هي فعلاً بتعمل ده، ناس بلوجرز وناس سكيترز وناس اللي هم بيتسموا دول العيال التافهة بتوع فنون جميلة. وقررت ان انا هصورها في بارك قديمه موجوده في امبابا، وده كان نوع برضو من ريفيرنج انه قد ايه برضو في مجتمعات بتحكم على الناس اللي عايشه في مناطق less privileged زي امبابا او ما الى ذلك، بيبقوا فاكرين ان الناس فيها مش متفتحه، بل بالعكس بيبقى في ناس دماغهم وافكارهم اكبر بكتير مما احنا نتخيل. يعني الكولكشن ده برضو يعني دايما كنت برجع استغرب جدا بعد ما اعمل حاجه، لان انا بعمل حاجه هي بس مضايقاني فقررت اطلعها في لبس او في فيجوال كونتنت، بس في الاخر الحاجه بتكبر وبلاقي ناس كتير بتبدا تبعت لي وتقول لي امنه انت بتعبري عننا والموضوع ده كان مضايقني. وانا كشخص بتعلق قوي بالافراد وبحب اخلق علاقه انسانيه ما بيني وما بين الناس، فغصب عني لما كانت الناس بتبعت لي حاجات بحس ان انا خلاص انا هعمل حاجات عشان اساتسفاي الناس او اسعى ان انا اخلق مجتمع انساني اكتر. وكانت طريقتي الوحيده في ده هو تنفيذه من خلال الازياء. في 2017 في اخر 2017 كنا قاعدين بنتكلم عن الفنانين وقد ايه الثوره كانت خطوه مؤثره في حياه ناس كتير من اجيالنا، وقد ايه ناس كتير طلعت. يعني لو فضلنا نسقف لها للصبح مش هنوقف، بس تمام. وافتكرت ان في فنون كتير فعلا وحاجات كتير انا نفسي شايفه ان من غير الخطوه دي في حياتي ما كانتش خلتني ابقى شخص عايز يغير حاجات في المجتمع او عايز يسعى الى مجتمع انساني اكتر. وفي ناس كتير غيري بتعمل ده، يمكن انا اتسلط علي الضوء عشان انا عملته في مجال الازياء، بس في ناس بتعمله من خلال غنى، من خلال رسم، من خلال حتى حاجات بيزنس صرف بيعملوها بس عشان يغيروا المجتمع ويبقى مجتمع انساني اكتر. وافتكرنا قد ايه كان في جرافيتي بيترسم وبيعبر عن مشاعر الناس، وان انترناشونالي طريقه تعبير الناس عن مشاعرهم مؤخرا بقت ان حد بيلاقي قلم او سبراي في الشارع ويكتب حاجه هو عبر عليها. فقررت ان انا هحاول اوثق ده، مش حاجه ليها علاقه بالثوره قوي، بس بكل كلام الناس اللي اتحط قبل كده على حيطان احاول احطه على ملابس، لان دي حاجه هتبقى دايمه، او حاجه انتوا لما هتشوفوني هتفتكروا ان انا امنه لما كانت بتعمل توك كانت لابسه تي شيرت مكتوب عليه كذا، فهيحصل براندنج في دماغكم للقضيه اللي هي بتدافع عنها. وده كان نوع من الحاجات برضو اللي ان انا دايما كنت شايفه الناس عندها رؤيه للفاشن اللي هو الحاجه الجراموريس قوي، الحاجه اللي عمرنا ما هتكون شبهنا، الحاجه اللي دايما بنسعى ليها وبنصرف فلوس كتير قوي عشان نبقى شبهها، رغم ان احنا ممكن ننزل المسكي نجيب حاجه بخمسة جنيه وهي تعبر عننا اكتر بكتير من براند ممكن ندفع فيه الافات. فسافرت جنوب افريقيا وعملت كولابوريشن مع جرافيتي ارتست من هناك، لان جنوب افريقيا هي بلد معروف قد ايه ان فيها نوع من عنصريه وخلافات على مر الزمن، وفيها هي من اكتر الهابس اللي في افريكا اللي فيها ديزاينرز او قصدي جرافيتي ارتست بيشتغلوا على نفسهم. وبعدين عملت كولكشن صغير عن الفاني باكس وعن كان اسمه كاسيت تيبس اند بنسلز، بيتكلم على جيل التسعينات وقد ايه بيجيله نوستالجيا وان هو بيوحشه حاجات، فعملت فاني باكس وبعتها.
كل الكلام ده انا كنت بحكي قصتي مش عشان حاجه، عشان انا من اول لما بدات كنت شخص شايف ان في حاجه مضايقاني، فقررت ان الطريقه الوحيده في اللي انا هعملها ان انا هغيرها من خلال الارت اللي بشوفه. لو رجعت لما انا كنت عندي 10 سنين وشفت محلات ما كانتش فيها لبس عاجبني، وافتكرت قد ايه كان في ناس بتكره شكلي او بتكره شعري او بتعنف صاحبتي السودانيه، وكنت سكت على كل ده او كنت واجهته بالعنف، كان اتجاهي هيروح في حته تانية، ولو كنت سكت عليه كنت همشي زي اي حد في المجتمع. دلوقتي انا مصنفه من احسن الديزاينرز في افريقيا، وقدرت ان انا اخد من وقت حضراتكم اتليست 18 دقيقه اتكلم فيها عن قصتي، وده بس لمجرد ان انا كانت في حاجه مزعلاني او مضايقاني او حاجه في المجتمع حاسه ان هي ضد مبادئ الانسانيه، وقررت ان انا اغيرها بالحاجه الوحيده اللي انا اعرفها. شكرا جدا لوقتكم.